اهلا بكم من جديد دكتور احمد درويش. وكنا من الحقيقه الكلام لم ينقطع في الفاصل، لكن هنبتدي نسال على امور اكثر تفصيلا. دكتور درويش، البنيه الاساسيه، يعني مستثمر جاي اما ان هو تديله قطعه الارض جرداء وهو يضع البنيه الاساسيه، او ان حضرتك او الدوله يعني او المنطقه، خلينا نسميها المنطقه، تحط له البنيه الاساسيه بقى، الفايبر اوبتكس والكهرباء والميه والواتيفر، البنيه الاساسيه ايه. مين اللي بيعمل البنيه الاساسيه، انتوا ولا المستثمر؟ الهيئه ملتزمه بتوفير البنيه الاساسيه، بس في فرق بين الالتزام وبين ان انا اكون بعملها بنفسي. يعني خليني اقول لحضرتك، يمكن في السخنه يعني احنا كنا مبتدئين في البنيه الاساسيه بنفسنا، ف المحطة الكهرباء والمية حتى اللي احنا بنتفاوض عليها حاليا دي احنا فعلا بنعملها. لكن انا في شرق بورسعيد واخد خط مختلف. في شرق بورسعيد بقول انه انا عايز اللي يجي، لانه جالي شركات كهرباء وتحلية مية كتيرة جدا، ما هم عارفين بقى المخطط العام يعني تم الاعلان عنه، وعارفين انه شرق بورسعيد عندها احتياجات كهرباء قد كده لسنة 20، احتياجات كهرباء قد كده 25، ومحتاجة مية قد كده. فلا يخفى عليك ان مفيش شركه يعني بتعرف تعمل محطات كهرباء ولا بتعرف تعمل محطات الا جات لنا. قلت له لا، بص، انا لو هروح البنك اخد قرض من البنك، انا انزل مناقصه بشكل شفاف جدا وفي المنفوذ، انما انا مش عايز اثقل نفسي باعباء قروض. فانا ناوي انفذ الكهرباء والميه وعمليات الصرف الصحي او معالجه الميه عن طريق مستثمر. اللي منكم هيجي بالمستثمر بتاعه ويقول لي انا عايز قطعه ارض ورخصه ابيع كهرباء او رخصه ابيع ميه، هدي له قطعه ارض وادي له رخصه، احنا قادرين على ان احنا نضع الاطر التنظيميه لبيع كهرباء وميه، لانه وهناخد خبره الجهاز القومي، هنحدد سعر الكهرباء والميه، هناخد ما احنا بنتكلم بقى اصل قضيه التنظيم حضرتك فيها اكتر من حاجه، لانه في ما يعرف باتفاقيه تقديم الخدمه السيرفيس ليفل اجريمنت. قلت لهم هدي له هذا. فابتدوا يسالوني يعني انت بتدور على بي او تي بيلد اوبريت، قلت له انا مش عايز التي، فكره الترانسفير دي مش عايز امتلكها. امتلكها ليه؟ انا بدور على بي او، انت تبنيها وتمتلكها وتشغلها، وانا اللي براقبك اثناء التشغيل، لان انا مهتم ان زبوني اللي موجود عندك اللي هو المستثمر بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، الكهرباء تكون ما بتتقطعش عنده والميه تكون ما بتتقطعش وبياخد خدمه جيده وما الى ذلك. وبالفعل حتى مذكرات التفاهم، ثلاثه من مذكرات التفاهم، اثنين في اليابان واحده في كوريا، اللي اتمضت لانه هذه الشركات بينا وبينهم حاجه اسمها عدم افصاح، انه نتبادل البيانات بحيث يشوف ازاي يقدر يعمل النموذج المالي بتاعه والتدفقات النقديه عشان يجيب مستثمر هو اللي يحط الكلام. المحطه اللي بعملها في السخنه انا بتفاوض على 25 سنه، يعني هو مش جايبني المحطه، هو صحيح دي بقى بنبنيها على حسابنا، مش زي بورسعيد، انما انا بتفاوض على 25 سنه من التشغيل والصيانه. انا مش مستعد ان انا اتحول الى الهيئه الامبراطوريه وعين مهندسين وعين موظفين يشغلوا المحطه، هو فاهم شغلته كويس، هو الاقدر مني، وانا العقد اللي بيني وبينه حط عليه شروط. يعني مثلا المحطه الكهرباء دي بتاخد غاز، لو الغاز اللي بتاخده المحطه ارتفعت نسبه استهلاكه عن حد معين عشان ياخد ال 450 ميجا وات بتوعي، يبقى معنى كده ان هو صيانته للمحطه مش جيده بدليل ان اداء المحطه انخفض، هو بيدفع حق الغاز زياده. يعني فبحيث ان انا اظل بشتغل في المهمة المحورية بتاعتي اللي انا بفهمها، اللي هي قضية ان انا اجيب استثمار للمنطقة وادير المنطقة بالظبط كده. حضرتك سألتي سؤال بقى، هل انا بوفر البنية الأساسية دي للمستثمر، والمستثمر بوفرها لنفسه؟ انا عندي نوعين من المستثمرين. في مستثمر بنسميه مطور صناعي، ده جاي ديفلوبر، بالظبط كده، ديفلوبر، اندستريال ديفلوبر، ده جاي ياخد حتة ارض كبيرة يهيئها عشان يعزم ناس تبني مصانعها. زي مثلا حضرتك سمعتي عن العقد اللي خدته الشركه الصينيه، الشركه الصينيه النهارده معاها 7.25 كيلو متر مربع هي بتقوم بده. النوع ده من المستثمرين انا بديله البنيه الاساسيه على حرف قطعه الارض، يعني بديله ميه وكهرباء على حرف قطعه وهو الارض، وهو بيكمل التوصيل وهو بيعمل ما داخل المنطقه بتاعته طبقا
للمواصفات بتاعتي. لانه انا ما اقدرش اسيب بقى كل واحد يعمل على مزاجه. انا لسه بقول لك ان انا عايز بنيه اساسيه مستقبليه ومتطوره، فلازم احط له هذه الشروط. فده نوع من المستثمرين اللي هو بيجي بيقول ايه، اديني قطعه ارض مالكش دعوه بيا، لان انا عارف زبوني عايز ايه وانا عارف مين زبايني، فده بنديله ده. لكن في مستثمر ده نهائي، ده في واحد جاي ياخد 200 ألف متر أو 300 ألف متر هيبني عليهم المصنع بتاعه، والمصنع ده أنا ملتزم إن أنا بوصل له المياه والكهرباء والصرف الصحي وما إلى ذلك. فأنا عندي النوعين من منين بقى التمويل؟ يعني منين هتمول الجزء اللي بتقول إن أنا ملتزم إن أنا أديله الصرف الصحي؟ زي ما أقول بقول لحضرتك، إحنا بنفكر في يعني أفكار إبداعية للتمويل على رأسها. ما عندكش فلوس خالص يعني؟ هل أنتوا هيئة بلا ميزانية؟ احنا هيئة تعرف بان احنا اغنياء باصولنا، فقراء في الكاش يعني، في في السيولة النقدية. عندنا ست مواني مثلا، عندنا عظيمة. ست مواني، فاحنا طبعا هيئة يعني غنية جدا باصولها، بنفكر في افكار ابداعية من اجل التمويل يعني. زي ما قلت لحضرتك كده، ان هو يعني بحاول ادخل المستثمر حتى في البنية الاساسية. البنية الاساسية دي من الحاجات الصعبة، خلينا نقول للناس يعني، لانه المستثمر احنا عندنا المشروعات انواع. في حاجه بنسميها مشروع قصير، يعني البريك ايفن بوينت بتاعته، بريك ايفن بوينت دي هي نقطه التوازن. انا حطيت فلوس، اخد فلوسي في 3 سنين او 5 سنين، فما بعد ال5 سنين يعتبر ارباح، لان انا استرديت الاستثماري في 3 سنين. ال3 سنين الى 5 سنين ده استثمار قصير الامد، من 5 ل10 ده استثمار متوسط، اكتر من 10 يمكن يكون استثمار طويل الامد. البنية الاساسية بنتكلم على استثمار طويل الامد، لانه الربحية فيها مش عالية، فعبال ما بيسترد فلوسه من محطة الكهرباء او من محطة تحلية المية بتاخد وقت اطول شوية، فبتبقى عايزة مستثمر من نوع خاص، من اللي هو بينظر الى الاستثمارات طويلة الامد. لكن بنبحث وبنسعى، واعتقد ان شاء الله. هل هيئة قناة السويس مثلا الفلوس اللي دخلت لحفر يعني الازدواج لقناة السويس، لا ده مبلغ فلوس؟ لا ده فضل فلوس، بس ده مبلغ منفصل. ده مبلغ منفصل بيستخدم لانه الناس وقفت في طابور قالت ده عشان خاطر التجهيز بتاع القناة. انما هو كان في مبلغ اولي حوالي 2 مليار جنيه أتيح لهيئة قناة السويس. هيئة قناة السويس بتصرف منه على مثلا إنشاء لصالحنا، على إنشاء ما كانش الهيئة لسه بتاعتنا أنشأت، فعشان كده المبلغ مدرك في هيئة قناة السويس. لإنشاء مثلا الرصيف بنصرف منه على بعض الأشياء الأخرى، ده باقي منه مبلغ صغير، مش كبير يعني، ما يقضيش حتى محطة الكهرباء والماء اللي أنا بتكلم عليها دي. مين اللي بيعمل الأنفاق؟ عارف الهيئه الهندسيه اللي بتعمل الانفاق الحقيقه في، لكن مين اللي في الحته دي خلط شويه. الهيئه الهندسيه بتشتغل ما يعرف بمدير المشروع، بروجكت مانجر، وهم مدير مشروع جيد وممتاز الحقيقه، انا مش بجاملهم يعني عشان على الهواء، هم مدير. لكن انا عايز اقول لحضرتك كل التسع مقاولين اللي بيشتغلوا في المينا دول مقاولين مصريين. بنتكلم في يعني مقاولين العرب وراسكوم وحسن علام، ويعني كلهم شركات مصريه، وفيهم شركه يعني برضو لسه مبتديه جديد ومدينا فرصه. فهو بينسق بينهم عشان خاطر انا عايز ابني رصيف 1500 متر او رصيفين الحقيقه، واحد حاويات واحد امامه على البر الاخر، بدل ما ادي الرصيفين دول لاثنين مقاولين اديتهم لتسع مقاولين، كل واحد ياخد 300 متر عشان خاطر اخلص اسرع. فبينسق بينهم بقى كل واحد هيحفر الخازوق امتى، بنفس المعده اللي تحفر عشان يبقى نفس العمق ونفس المواصفات ونفس فالهيئه الهندسيه شغاله الحقيقه هي البروجكت مانجر او مدير المشروع. نفس الشيء حاصل في الانفاق، يعني زي اللي حاصل في المينا هو اللي حاصل في مين بيمول الانفاق دي؟ المموله برضو من الـ من الـ من المبلغ الخاص بتنميه المحور. اهميه الانفاق دي ايه؟ لا دي مهمه جدا حضرتك، لانه تامين الانفاق اسهل بكتير جدا من تامين الكباري. حضرتك مؤكد طبعا وبعض الساده المشاهدين عارفين ان كوبري السلام كان اتقفل فترة طويلة نتيجة الإجراءات الأمنية، وبعدين يعني أنا عرضت على السيد رئيس الجمهورية ومشكورا وافق على أنه يعني تتم بعض الإجراءات الأمنية لفتح الكوبري. ما احناش شغالين يعني بالطاقة اللي نطمح إليها، لكن الأنفاق بقى لما هتشتغل هي اللي هتدي النفس لهذه المنطقة. ولذلك احنا بنحاول نعمل ما يعرف بعملية التزامن، يعني بناء الرصيف هياخد سنة،
الجهة أو الشركة اللي هنتفق معها علشان تشغل المينا هتاخد سنة قبل ما تحط الأوناش بتاعتها وما إلى ذلك. في ذات الوقت الأنفاق بتاخد 3 سنين. هبتدي بقى أقول للمطورين الصناعيين اجهز محطة المياه والكهرباء، لو اتفقت عليها بتاخد محطة المياه تاخد لها 20-22 شهر، محطة الكهرباء اللي تاخد لها 28-30 شهر. ده كله يجهز في نفس الوقت، لأنه لو أنا بتكلم على منطقة صناعية وبتكلم أنا عندي منطقة سكنية برضو عايزها تجهز شوية، لأنه لو أنا اعتمدت على أنه الناس ساكنة في بورسعيد ده بياخد معديتين مش معدية واحدة عشان يعديلي. فوجود الأنفاق الحقيقة أساسي الحقيقة، وجزء من الأنفاق ده مش بس عشان حركة العمالة، ولكن أيضا عشان حركة البضائع من وإلى داخل مصر. لو أنا بتكلم على أنه المنطقة التانية بتاعتي هي الأنطرة غرب، طب لو الأنطرة غرب دي أنا عايزها تبقى الامتداد بتاع شرق بورسعيد، فأنا محتاج النفق ده بخط السكة الحديد اللي في النفق، عشان خاطر خط السكة الحديد ده يربط لي مع الأنطرة غرب ويربط لي مع العاشر من رمضان، فالدنيا تشبك مع بعضها يعني. هل بتفكروا تعملوا سكة حديد فعلا في المنطقة دي ولا لا؟ لا ده من المخطط حضرتك. الأنفاق هو احنا عندنا نفقين، نفق في جنوب بورسعيد ونفق في عند الإسماعيلية. النفق احنا هو من وجهة نظر عامة الناس كده هم نفق، لكن من الناحية الهندسية هم 3 أنفاق، لأنه طبيعة الأرض ما تسمحليش إن أنا أعمل نفق كبير، فأنا بعمل 3 أنفاق. نفق ياخد من الغرب للشرق ده حارتين سيارات، ونفق من الشرق للغرب حارتين سيارات، فكده يبقى عندي ايه 4 حارات، 2 رايح 2 راجع، ونفق ثالث خطين سكه حديد، خط مزدوج سكه حديد رايح راجع. فده في المخطط وبيتبني فعلا، مش مثلا حاجه لسه هتتبني. وطبعا احنا مهتمين بقى بعد كده انه هيئه سكك حديد مصر يعني احنا عملنا النفق، هيئه سكك حديد مصر بقى تعمل القطار بصعيد، تعمل ومتعاطفين معاهم برضو يعني عندهم. فبنفكر ان احنا، لان احنا المستفيد الاول من ده، بنفكر ان احنا ندور على المستثمر اللي يتشارك مع هيئه سكك حديد عشان يعمل الكلام ده. التدريب والعمالة، كل الاستثمارات دي هدفها الأساسي هو مزيد من التشغيل للمصريين. طبعا على فكرة احنا المؤشرات اللي حاطينها كمجلس إدارة طبعا مهتمين جدا بمؤشرات القوائم المالية بتاعتنا، بنكسب قد ايه، لان الدولة محتاجة ان احنا نروح مؤشراتكم قبل. لكن مؤشراتنا بنتكلم على اسهاماتنا في الناتج القومي الإجمالي قد ايه، المنطقة دي بتسهم الناتج القومي الإجمالي قد ايه، اللي هو الانتاج عشان نجيب عملة صعبة، نجيب دولارات. وتاني مؤشر التشغيل، احنا ولدنا كام فرصه عمل داخل المنطقه. طب بتستهدفوا ايه في النقطتين دول؟ بصي حضرتك، بنستهدف على سبيل المثال ان احنا نحط في شرق بورسعيد منطقتين. احنا عندنا 40 مليون متر مربع منطقه صناعيه، عايزين متقسمه الى اربعات، يعني 10 مناطق كل منطقه 4 مليون متر. مستهدفين ان شاء الله انه منطقتين من دول 4 مليون و4 مليون، واحده تبقى منطقه صناعات رياضيه لأدوات رياضية وتيشيرتات وأحذية، لأن دي صناعة كثيفة العمالة بشكل عالي جدا. فبنحاول إن احنا نشوف بما إننا جنب مينا حاويات، إزاي نقدر نعمل الكلام ده مع واحدة من الشركات العالمية الكبرى تيجي نايكي أديداس والكلام حاجات من هذا القبيل. تمام. المنطقة التانية مستهدفين صناعة 4 مليون متر لصناعة إلكترونيات. ليه صناعة إلكترونيات الحقيقة؟ لأن الصناعة دي نسب تشغيل الإناث فيها عالية جدا. عالية جدا. وإحنا عندنا في مصر الحقيقة مشكلة في التوازن، يعني لو حضرتك بصيتي للديموغرافية بتاعة البطالة في مصر وبصيتي للنوع، هتلاقي أنه صحيح إحنا بنعلن أنه البطالة 12 و13%، لكن إحنا دولة أصلا كانت بتضمن وظيفة لكل واحد متخرج، فهتلاقي مثلا البطالة فوق 55 سنة صفر، تحت 30 سنة عالية جدا. لو بصيتي بقى أيضا للبطالة ما بين الإناث والذكور، هتلاقي البطالة بين الإناث أعلى بكتير. فلما نعمل منطقة صناعات إلكترونية، أنا كمنطقة بساهم في أني أضبط بعض المؤشرات المصرية. فإحنا مجلس الإدارة الحقيقة بيبص على حاجات كتيرة جدا تنموية، مش بس فلوس. فأنتوا في مؤشر مثلا المستهدف التشغيل، بتستهدفوا تشغيل نسب قد إيه أو أرقام قد إيه؟ لا، مش عايز أدي أرقام دلوقتي عشان بس ما نبقاش يعني بنتكلم بأسلوب غارمي، لكن عايز أقول إيه، مستهدفين صناعات كثيفة العمل. دي حاجة. الحاجة التانية، مستهدفين صناعات تخصصية عشان نقول للعالم إن إحنا موطن التكنولوجيا. وفي هذا الاستهداف جزء من الحزمة بقى اللي كنا بنتكلم عليها بتاعت ازاي اكتسب المستثمر. احنا مدين وعد للمستثمر، تعال عندنا
نزل اعلان، لو ما لقيتش العماله بالمهاره والخبره اللي انت عايزها، احنا كهيئه، احنا كمنطقه قناه المنطقه الاقتصاديه قناه السويس، هندرب الناس اللي انت اخترتهم على حسابنا للمستوى الذي تطمح اليه لو انت هتشغله. ودي نقطه مهمه، لانه احنا عندنا مشكله انه الخارجين حتى من الكليات الفنيه والمعاهد الفنيه بالظبط كده مش ملائمين لسوق العمل. بس انا بقى انا مش زي الحكومه المصريه، الحكومه المصريه بتعمل عمل تنموي فبتدرب الناس والدخول في سوق العمل آملين انهم يجدوا وظيفه، لا انا بدرب لما هيبقى في وعد بوظيفه، يعني يقول لي انا عايز 10 يعملوا كذا ولو جبتهم لي يا احمد هعينهم، انا هدرب له ال10 دول للمستوى اللي هو يرى ان هم يرتقوا فعلا انه يشتغلوا في شركته، بس انا بقى كده ضامن ان ال10 او على الاقل 9، يعني لو واحد فيهم استقال او حاجه مش مشكله، على الاقل 9 من ال10 دول وجدوا وظيفه حقيقيه، فده بنسميه تدريب مستهدف مش تدريب عام. طب ارجع تاني للمؤشرات التنمويه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها، طب انتوا حاسبين اسهامكم في الجي دي بي او في الناتج القومي المحلي بقد ايه؟ انت برضو يعني مش عايز ادي ارقام خاطئه، ما زال ده هيطلع من الدراسة بتاعت احنا مستهدفين مصر لها ميزة تنافسية في ايه؟ لانه لو انا ابتديت اشتغل حضرتك يعني خليني اقول حاجة، لو انا جبت مصنع بتروكيماويات او مجمع بتروكيماويات، لو انا اكتشفت ان انا ليا ميزة تنافسية في ده، مجمع البتروكيماويات ده 5 مليار دولار على 5 سنين، مليار دولار كل سنة، حاجة فخمة جدا، ده يعمل شغل جامد جدا في الناتج القومي الاجمالي، لكن يعمل شغل ضعيف جدا في التشغيل، لانه ده هيبقى كله مميكن، كله كمبيوترايز، كله مش عارف ايه، فيشغل نسب ضئيله جدا. فانا طبقا للصناعات اللي هبتدي استهدفها هبقى عارف بقى انا بس الصناعات الرياضيه، انا اتكلمت هنا على 5 مليار على 5 مليار دولار في البتروكيماويات تشغيل قليل قوي، الصناعات الرياضية ب 50 مليون دولار هشغل 10,000 واحد. فأنا عايز أقول بقى إنه بالظبط كده، إحنا بندور بقى على الخليط أو المزج ما بين الاثنين اللي يحقق لي الكلام ده. ما أعتقدش هيبقى عندي أرقام ولا حجم استثمارات متوقعها في المنطقة دي. في الوضع الاقتصادي العالمي الحالي ما أقدرش أحكي. إحنا عندنا تراجع في الاقتصاد العالمي. حضرتك إحنا بنتكلم على إنه النمو في التجارة العالمية السنة القادمة اللي إحنا فيها دي فاصل علامة عشرية حاجة، يعني 7 أو 3، يعني فلو أنا بفتتح ميناء جديد، خلينا نتكلم على إن ميناء بورسعيد ده هيفتتح، أو إن أنا بعمل استثمار في الحوض الثاني في ميناء السخنة. أي حاجة بعمل فيها استثمار دلوقتي لازم أعرف إنه دي عشان تشتغل انا باخد من حصه حد تاني بالفعل شغال، يعني لما بيبقى فيه نمو بقول والله طب النمو ده بقى انا هكتذب هذا النمو عندي، انما مفيش نمو، فانا عشان اشتغل لازم يكون على حساب حد تاني شغله بيقل، ولازم يكون بتقدم ميزه تنافسيه رهيبه جدا. احنا في منطقه البحر المتوسط بنتنافس مع بنتنافس مع 3 لاعبين واضحين جدا، بنتنافس مع تركيا ازمير، بنتنافس مع يونان بوريس، بنتنافس مع المغرب في منطقة البحر المتوسط بوضوح شديد، دول الثلاثة المنافسين بتوعنا. في البحر الأحمر بنتنافس مع جيبوتي حاليا فقط، ما اعتقدش مومباسا كينيا تشكل ما زالت خطر، لكن لو فضلنا ساكتين بعد شوية مومباسا كينيا دي كمان هتقف على رجليها يعني. وهتقول المستثمر أنا هديلك إيه مختلف، يعني أو هديلك إيه؟ بنديله خدمة مختلفة، بنديله خدمة متكاملة، دي ميزة الحقيقة. يعني الحقيقة إنه فكرة إن المنطقة والمينا، المينا بقت جوه المنطقه، فبقيت انا منطقه حره بصحيح، يعني داخل خارج ما عادش عندي البيروقراطيه، يعني ان شاء الله بنتحدث دلوقتي مع الجمارك انه الجمارك تنتقل الى حدود المنطقه، ما تبقاش في المينا، فاللي داخل وخارج من المينا يبقى خلاص ما فيش، المنطقه حره، توقفني عند المينا ليه؟ ففي عندنا مميزات نستطيع ان نمنحها بالفعل. عندكم تايم فريم؟ عندكم يعني جدول زمني؟ لا عندنا المخطط العام كله ماشي بجداول زمنيه، زي ما قلت لحضرتك عندنا جداول زمنيه قاسيه جدا، يعني لما بنقول الرصيف بتاع المينا يخلص خلال سنه، التجهيز يخلص في خلال سنه، البنيه الاساسيه لما بنقعد نتفاوض مع اي شركه هتعمل محطه كهرباء وميه بيبقى الجدول الزمني جزء اساسي من الموضوع. لا عندنا توقيتات وللاسف توقيتات قاسيه، لانه حضرتك تحدثتي عن التحدي بتاع التمويل. طبعا
لا انا عندي تحدي هندسي، يعني طبيعه الارض الحقيقه في شرق بورسعيد الطبيعه من الناحيه الهندسيه صعبه. انا طلبت من الهيئه الهندسيه ان هم يتعشم، يعني يكونوا بداوا الحقيقه ده عشانهم، انه يطلعوا كاميرا كل 3 اسابيع تصور. لانه حضرتك، انا بقول، مش بقول ده لاني مصري طبعا، ما هو طبعا احنا لازم نتحاز لمصر. الشرق ما يحدث في شرق بورسعيد هيكون حاله تدرس في كليات الهندسه، سواء ما يتم في المينا، تعاون مع التربه مثلا، تعاون مع التربه في شرق بورسعيد، انه 9 مقاولين يشتغلوا في الرصيف في نفس الوقت. الانفاق حضرتك لازم تاخدوا الكاميرا بتاعتكم تروحوا تصوروا تشوفوا ازاي طبيعه الارض صعبه، مختلفه تماما عن طبيعه الارض في احمد حمدي في الجنوب. وانه انا لازم وانا بحفر اجلد، وعندنا مصنع في الموقع بيتكلم على ازاي اعمل الحلقات الخرسانيه دي اللي بجلد بيها. لا، تحدي هندسي عظيم فعلا، يعني عمل هندسي مبدع بكافه المقاييس. ازمه الدولار بتشكل لك مشكله؟ بتشكل لي مشكله من الناحيه الدعائيه، لكن مش مشكله حقيقيه. ليه؟ لانه من الناحيه الشكليه اي مستثمر جاي يقعد معايا بيقول لي الله، طب وانا حاجه اشتغل عندك احول ارباحي ازاي؟ انا في المنطقه الحقيقه مستهدف، او دي اول مره هديكي رقم اهو، انا ما بلتش رقم بقالي ساعه، بس عشان انا ما بحبش اقول ارقام غلط، انا بطبيعتي يعني مدقق قوي. انا مستهدف 80% تصدير، المنطقه دي تكون 80% من ما يحدث عليها مستهدفا التصدير. فاي حد هيشتغل على ارضي مش هيبقى عنده مشكله خالص مع العمله، لانه هو مش جاي يشتغل مع مصر. فهو ما بيشتغلش بالجنيه المصري، هو بيشتغل اصلا مع الخارج، فوارداته داخله المينا ما بسالوش جايه منين ولا انت عملت ايه، صادراته طالعه بيتقاضى اجرها بالدولار. احنا من ضمن الحاجات حضرتك بتتكلمي على التمويل مثلا، احنا من حقنا كمنطقة اقتصادية ان انا بيع الكهرباء والمية بالدولار. فانا لما هجيب المستثمر اللي هو جاي يبني محطة الكهرباء اللي هتكلف 500 مليون دولار يقول لي طب انا هاخد فلوسي ازاي؟ انا مش محتاج ان انا اقول له والله انا هرتب لك مع البنك المركزي انه لما تقبض الكهرباء اللي انت بتبيعها دي بالجنيه المصري البنك المركزي يحولها لك للدولار، لان هو يستطيع ان هو يتقاضى حق الكهرباء والماء بالدولار مباشرة. وما اعتقدش المستثمر اللي عندي هيبقى متضرر في شيء، لان هو المستثمر ده قاعد في اي منطقة اقتصادية اخرى في اي مكان في العالم بيدفع بالدولار، فدي ما تشكلش مشكلة. الحاجة التانية اللي هو التأكيد اللي احنا واخدينه من محافظ البنك المركزي، انه المستثمر اللي جاي بفلوس من الخارج فده جاي بالدولارات بتاعته وعمل مشروع، ده بيحول أرباحه مباشرة ما بينتظرش. ده مختلف عن مستثمر شاطر وذكي استطاع ان هو عنده فكرة مشروع كويس ففات على البنوك المصرية خد منها قروض وعمل مشروعه بالجنيه المصري من البنوك المصرية، بس هو مستثمر أجنبي عايز يحول فلوسه، فبنقول له بس انت مبتدي أصلا بفلوس مصرية، فطبقا لوجهة نظر محافظ البنك المركزي بما ان انت مبتدي أصلا بمبلغ مصري مش بمبلغ اجنبي تقف بقى في الطابور وانت بتاع فمشكله الدولار عامله عليا نوع من الظل، بتلقي عليا ظل نتيجه السمعه اللي موجوده في مصر الناس مش قادره تحول، لكن هي في حقيقه امرها لا تشكل عندي عائق لانه انا مستهدف تصدير. حضرتك بتقولي ان في مصنع صيني بالفعل موجود دلوقتي؟ لا، في مصانع شغاله، عندنا اكتر من حاجه شغاله في العين السخنه. تمام. مصنع صيني ومصنع ايه تاني مصنع؟ وعندنا بقى حاجات بتتبني، عندنا مصانع حديد بتنشا وعندنا مصفات بترول بتنشا. يعني في مجموعه من وعندنا مصنع جيبسون بورد، يعني السخنه جاهزه. ولذلك المستثمر اللي هو مستعجل انا بوجه له السخنه، اقول له السخنه تقدر تبتدي بكره الصبح، عندي كهرباء، عندي ميه، عندي طرق، عندي. لكن شرق بورسعيد لسه. شرق بورسعيد بحاول ان انا اكون، ما هو انا ما ينفعش اخد على المستوى، انا حبني سمعتي على المصداقيه اللي عندي، فببتدي اقول له تعالى نقعد مع بعض اقول لك ايه الجدول الزمني، انت مثلا تقدر تبتدي تبني مصنعك بعد مثلا عده شهور عشان عبال ما تخلص انتهاء من بنى المصنع اكون انا خلصت محطه الكهرباء والميه، فتوصلك كهرباء وميه، تكون المينا ابتدت تشتغل. احنا عندنا بالفعل الرصيف المينا شغال، يعني احنا مش بنتكلم على مينا جايه، لا، ميناء شرق بورسعيد ده فيه رصيف بالفعل شغال.
فيستطيع ان هو يبني على الرصيف اللي موجود. صحيح احنا بنكبر المينا بنعمل رصيفين كمان، لكن في رصيف شغال، فبنحاول نعشق الدنيا في بعضها في شارع بورسعيد. هل بينكم وبين جهاز تنميه سينا تداخل ولا في بينكم تنسيق؟ لا احنا الاراضي بتاعتنا 460 كيلو بتوعنا يقعوا في المنطقه التي يحكمها قانون جهاز تنميه سينا. انما هذا القانون اعطى لرئيس الجمهوريه الحق انه يستثني مناطق بعينها من خضوع القانون لها. احنا حاليا في مشاورات، احنا بنقول احنا بنطبق نفس الخطوات اللي بيطبقها جهاز تنمية سينا. يعني انا لما بيبقى عندي مستثمر اجنبي برضو بستعلم عنه، لان انا مهتم جدا بقضاء البلد، انا مجلس ادارتي فيه ممثل لوزارة الدفاع، فذات الخطوات اللي بتنفذ في جهاز تنمية سينا بتنفذ عندي. فابتدينا طرحنا على سيادة الرئيس، قلنا له ما فيش ما يستدعي ان انا اعمل الخطوات مرتين. يعني انا بعملها عندي في الهيئة، وبعد ما هخلص ابعتها لجهاز تنمية سينا وبالغالبيه هعمل نفس الخطوات. ففي مشاورات بتدور بهذا الشأن انه يتم استثنائنا لما يلاحظوا ان احنا منضبطين في اتخاذ الخطوات. يعني الحقيقه انا عندي اتصالات هاتفيه، واضح الناس مهتمه انها تسمع من حضرتك. جميل. الاستاذ خالد عبده رئيس غرفه الطباعه في اتحاد الصناعات، اتفضل يا استاذ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ لميس؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله. اتفضل يا فندم. احنا كنا تقدمنا في البدايه للشركه اللي قامت بتاسيس المنطقه التخطيط الاستراتيجي للمنطقه في يناير 2015 لتخصيص منطقه للصناعات الطعميه والتغذيه. وكانت وجهه نظرنا في هذا الموضوع انه كافه الصناعات اللي هتبقى موجوده في المنطقه هي محتاجه صناعات تعبئه وتغليف، والا هتبقى غير قادره على انها تصدر منتجاتها للسوق الداخلي او السوق الخارجي. ومن هذا المنطلق احنا سعينا كغرفه طباعه بالتعاون مع مركز حديث الصناعه في الاعداد لدراسه لاقامه هذه المنطقه. المنطقه بتقوم على ثلاث محاور اساسيه، المحور الاول هو مصانع لانتاج الخامات الخاصه بالصناعات التعبئه والتغليف. والمحور الثاني هو مصانع لتحويل هذه الخامات الى عبوات، زي ما اشرت حضرتك منطقه صناعات المنتجات الرياضيه والصناعات المنتجات الهندسيه محتاجه مواد تعبئه وتغليف لاعاده تصديرها او اعاده بيعها. المحور الثالث هو البضائع اللي هتيجي ترانزيت بغرض تعبئة. انا اكره ان اقاطع حضرتك، بس يعني طب ما احنا محتاجين ده، حضرتك ليه ما جيتش تقدمت بيه؟ احنا عندنا يعني عندنا وسيله واضحه جدا، لانه انا موعد من حضرتك وحضرتك وعدتنا ان احنا نتقابل الاسبوع الجاي. كان زميلي حضرتك مش محتاج انك تتقابل معي شخصيا، انا مش مركزي خالص. حضرتك هتتقدم ب الطلب لتخصيص قطعه الارض لحضرتك بنظام حق الانتفاع عشان تعمل مشروع. مجلس الاداره حضرتك بيطلب حاجات بسيطه جدا، احنا عايزين نتاكد ان التحالف ده مين، مقدرته الماليه قد ايه، التمويل جاي منين، لان انا اخر حاجه عايز اعملها حضرتك انه اعطيك قطعه ارض حتى لو انت ملتزم وبتسدد حق الانتفاع اللي هو الايجار يعني السنوي، انا مهتم ان المشروع يقوم، فانا بدور على الملاءه الماليه بتاع الناس اللي جايه، بدور على التمويل بتاعهم جديته جايه منين. هو مسائل بسيطه جدا. طب حضرتك تقدم يا استاذ خالد للهيئه او للمنطقه، مجلس الاداره بيجتمع، احنا بناخد قرار سريع جدا، وناس غيركم تقدموا وخلصنا مشروع منطقي ومشروع محتاجينه ومشروع يعني يبدو لي منطقي جدا بالحس الهندسي بتاعي انه جدول اقتصاديه واضحه. يعني طبعا نسبه الارباح فيها تبقى معقوله جدا وتشجع اي مستثمر اجنبي، واحنا اوريدي فعلا خلاص. يبقى حضرتك من جهات اجنبيه وشركات اجنبيه للتواجد في منطقه صناعيه بغرض. طيب. بس بص حضرتك الفكره ايه، انا مش عايز حضرتك تتقدم لي بفكره، لان انا مش جهه تلقي افكار. انا عايز حضرتك تتقدم تقول احنا شركه كذا او تحالف شركات كذا، ادي اسامي التحالف، بنطلب قطعه ارض مساحتها قد كده، الارض دي استخداماتها هتكون قد كده، التمويل بتاعي انا جايبه من الجهات دي، لان ده اللي احنا عايزين نتاكد منه. هو ده حضرتك اللي احنا ماشيين فيه بالفعل كغرفه، بنتبع اتحاد الصناعات وبنتبع وزاره الصناعه. لا يعني لا لا، بس حضرتك كغرفه مش جهه هتتقدم ليا، لان الغرفه مش جهه تنفذ مشروعات ربحيه. انتوا كبرايفت سيكتور كمجموعه مستثمرين يا استاذ خالد.
تمام يا فندم. شكرا حضرتك بقى تقدم، وده يكون طبعا اعتقد فكره جيده. لا مطلوبه حضرتك، احنا جيدة. جزء من المخطط العام بنتكلم على مراكز لوجستيه، فبنتكلم على انه ناس تقدم هذا النوع من الخدمات، وعندي مناطق مخصصه لل طب هل انتوا هتعرضوا تقولوا هذه الصناعات سخنه، وعندي مناطق في في بورسعيد، يعني يشوف هو متوجه بفكره التخزين والتغليف والتعبئه، ده ايه المستثمر اللي هو متوجه له، لانه ممكن يكون في بورسعيد، وممكن يكون في السخنه، وممكن يكون في القنطره غرب، لانه القنطره غرب دي محتاجه تعبئه وتغليف لخضار وفاكهه وما الى ذلك. هل انتوا هتعملوا لسته بالمشروعات اللي مطلوبه فالناس تتقدم ولا ايه؟ احنا بنعمل بنطرح على الناس بعض الافكار، لكن انا عمري ما هبقى عايز ابقى ولي امر المستثمر واقول له تعالى اعمل الشيء الفلاني، لكن انا بديله اقول له انا مهيئ الى انه اعمل ده. انا عندي، يعني هو بيتكلم على صناعات اللوجستيه، انا عندي شركه الماني مشهوره جدا برضو جايه عايزه تاخد حاجه في منطقه اللوجستيه، فانا اي حد انا بقول اهو، وما عندناش في الهيئة مركزية خالص، والقضية ليست قضية رئيس الهيئة، ولكن الهيئة موجودة، أي حد عنده مشروع يرغب أن يتقدم به يتقدم به فورا، احنا بندرسه بمنتهى الجدية، ومجلس الإدارة بيجتمع شهريا، بناخد موافقات مجلس الإدارة، بعد موافقة مجلس الإدارة المستثمر أنا قلت كذا حد، في ناس خدت أسبوع، في ناس خدت 3 أيام بيخلص وبيستلم الأرض. على فكرة تأسيس الشركة لا علاقة له بتخصيص الأرض، يعني اللي عايز بكرة الصبح يجي يأسس شركة في المنطقة يستطيع أن هو يتقدم يأسس الشركة، لأن الشركة دي ممكن تكون شركة تقدم خدمات، مش محتاجة قطعة أرض، مش محتاجة قطعة أرض كبيرة. اللي متأسس بالفعل في مصر بيخطرني يقول لي أنا الشركة الفلانية المؤسسة في مصر، ورقمي السجل التجاري بتاعي هو، رقم المنشأة الاقتصادية بتاعي هو، وأرغب في ممارسة النشاط عندكم، بنفترض ده نوع بقى حضرتك بتتكلمي على التسهيل البيروقراطي، ما بقولوش يأسس شركة جديدة في المنطقة عندي ولا أي حاجة، بعتبر إنه بتاخد أهلا وسهلا بيك، أنت تعتبر نفسك متأسس عندي. رأفت اتفضل. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. مساء النور. ازيك يا أستاذ زلمي؟ الحمد لله يا فندم. ازيك يا دكتور درويش؟ أهلا بحضرتك. ازيك يا بيه؟ اتفضل. انا بفتح مصنع هنا، في اول مصنع اتفتح هنا في مصر، طاق مجالس اللي هو المقابض والمجر كنت بستوردها، ومعايا دلوقتي مستثمر اجنبي شريك معايا. مصنع ايه يا فندم؟ مقابض. طاق مجالس حضرتك بتاع مقابض وادراج. تمام. واحد ادراج بمرحلتين. تمام. فالمستثمر دوت اصلا ليه خامه اصلا المفروض بتيجي من الصين، فروحت للبنك بقول له انا دلوقتي ليه خامات هناك، ده شريكي والمفروض يعني يجيب الخامه. قال لك لا، ده لازم تمشي قانوني ولازم تمشي عن طريق البنك. طب ايه دخل ده بمنطقه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس؟ ما جاي حضرتك في النقطه الثانيه، انا عايز برضو اقدم على اخد المصنع دوت، معدات ثقيله والمصنع دلوقتي المكن في المينا، فانا عايز برضه اقدم، عايز اعرف يعني فيها دلوقتي كهرباء، فيها ايه المطلوب دلوقتي؟ حضرتك لو ليك رغبه ان تتقدم، العين السخنه عندنا كهرباء، عندنا بنيه اساسيه، العين السخنه جاهزه، حضرتك تتقدم تستطيع انك تحصل على قطعه ارض، يا اما عندي مباشره يا اما عند احد المطورين الصناعيين اللي موجودين في منطقه السخنه، تبني مصنعك، احنا منطقه حره، الخامات اللي حضرتك بتستوردها تدخل بدون اي جمارك، لكن لو ناوي تصدر لمصر لازم تاخد في اعتبارك بقى ان احنا انك تسجل الحاجات اللي داخله، لانه جمركيا القيمه المضافه معفاه، يعني انت لما بتدخل قطع اي بقى اضافه بتحطها عليه ما ينفعش عليها جمارك، فانت لما تيجي تصدر لمصر هتدفع جمارك على الحاجات اللي انت استوردتها فقط من الخارج، فدي ميزه اضافيه عندنا في المنطقه، منطقة حرة، فزي ما بقول لحضرتك كده تستورد وتصدر زي ما انت عايز بسرعة ويسر شديد، في انتظار حضرتك انك تيجي تتقدم عندنا. اهلا شكرا يا رأفت. هشام اتفضل. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. حضرتك رديت تقريبا على سؤالين من اسئلتي. شركة مؤسسة اوريدي وشغالة بقى لها 15 سنة،
يبقى ما فيش داعي ان احنا نعمل شركه جديده عشان لا ما حضرتك مش محتاجه، احنا بنعمل حاجه ما يعرف بالاختار. انا قلت اسهل على كل الشركات اللي بتعمل في مصر انها ما تجيش تاسس شركه جديده. حضرتك بتعمل لي ما يعرف بالاختار ان انا شركه مؤسسه في مصر، لان انا باسس شركاتي ب 159، فلما قالوا لي فكنوع من القضاء على التسهيل والقضاء على البطاقه. والسؤال الثاني يا استاذ هشام، السؤال الثاني كان بخصوص الجهاز الوطني، الاسم بتاعه الجهاز الوطني لتنمية سينا. أيوة. الجهاز الوطني لتنمية سينا يعني الدكتور أعلم بقد إيه هو صعب. الجهاز عندهم حرص شديد حضرتك طبعا نتيجة الوضع الأمني، ف يعني إنما زي ما بقول لحضرتك كده يعني في إن شاء الله مشاورات لموافقه، لان احنا بنقوم بذات الاجراءات. المستثمر اللي عندنا ما بيحسش باي حاجه خالص، لانه انا شغلتي الحقيقه انه اعفي المستثمر من كل هذا، وكل ده بيحدث وراء الكواليس، وببتدي بدري جدا عشان خاطر نعطي الاجهزه الامنيه لما بيبقى في مستثمر. وده مش مطلوب مع المصريين على فكره، مطلوب فقط مع الاجانب يعني، وفي جنسيات حضرتك على علم انها بتاخد وقت اطول في التحري طبعا. الامني ما يعني مش مسائل مخفيه يعني، انتوا لسه كنتوا بتتكلموا على الولايات المتحده الامريكيه بتعمل ايه يعني، فما فيش دوله الحقيقه ما بترعاش الامن بتاعها. احنا كهيئه شغلتنا ان احنا نرعى المستثمر بتاعنا، فاحنا بنعمل العمليه دي بسرعه شديده جدا ومن وراء الكواليس، والمستثمر لسه مبتدي خالص وهو بيأسس الشركه، بقول له طب اديني الشركاء الاجانب بتوعك عشان انا ابتدي اعمل بالظبط كده مع الاجهزه الامنيه التحرياتي، عشان خاطر مع عبال ما تخلص بقى دراسه الجدوى ونحدد قطعه الارض المناسبه نكون احنا خلصنا هذه التحريات في ذات الوقت. شكرا يا استاذ هشام. ايمن اتفضل. مساء الخير يا معالي الوزير، مساء الخير مدام لميس. مساء الخير يا فندم. انا عايز بس اربط ما بين الفقره الاولى من الحلقه بتاعت حضرتك وما بين الموضوع ده اللي هو ازمه الدولار. اتفضل. انا ليا وجهه نظر ان الهيئه الجديده دي كنز. كنز. ممكن تكون طبعا، ودي ممكن تكون هي المخرج لموضوع ازمه الدولار ده. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا عايز اسال الدكتور احمد ايه الفكر اللي موجود فإن ازاي نقدر، انت عارفه حضرتك بيبقى دايما في ارتباطات ما بين الجي دي بي جروث وما بين حركه البورصه والكلام ده، فممكن حجم الاصول اللي موجوده والمميزات والمنح والرخص اللي ممكن تعطى من المنطقه هي دي تبقى ضمن البضاعه اللي ممكن تطرح في البورصه، تنزل في البورصه طبعا. يعني ازاي تبقى يعني في بعض المواني وفي العالم كله في بيطرح يعني اجزاء منها في البورصه وبعض الاسيتس بتبقى وخاصه جاذبيه. يعني احنا دلوقتي عندنا في قانون سوق المال عندنا في الريفينيو شيرنج بونز، السندات او الصكوك اللي بتبقى كوسيله من وسائل التمويل كمان يا دكتور. الدكتور هيرد على حضرتك. كوسيله من وسائل التمويل. اتفضل يا دكتور. طيب يعني تعليقا على فكره انه المنطقه الاقتصاديه دي كنز، دعنا نقول احنا متفقين. يعني خايف برضه ادي ارقام غلط، لكن خليني اقول لحضرتك انه مثلا دخل قناه السويس كممر ملاحي 5 مليار دولار، دخل قناه بنما 37. هل بنما بتحقق ال 37 دول بس لانها ممر ملاحي؟ لا، هي بتقدم خدمات اخرى طبعا. في فارق كبير ما بين بنما وقناة السويس، لأن بنما جنب الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، ودول منطقتين تجاريتين طبعا ضخمين جدا، لكن مش العلاقة سبع مرات يعني العلاقة مش بين قناة السويس وبنما ما ينفعش تبقى سبع مرات. فلو ابتدينا فعلا نستغل الأربع مناطق، الأربع قطع أراضي دول، بعد شوية هنقدر ندر منهم دخل يدينا الخدمات. يعني هو حضرتك يعني الناس مش واخده بالها انه الذي يعبر في المحيط الهندي، لو الناس متخيله الخريطه، بيخرج عن مساره الطبيعي ليدخل الى الخليج عشان ياخد خدمه من دبي وجبل علي وينزل تاني. يعني هو احنا عندنا مش هيخرج عن مساره، يعني ده هياخد الخدمه وهو داخل مساره. فاحنا فعلا كنا مفتقدين حاجه نستطيع ان احنا نستغلها. فده الجزء الاول من التعليق بتاع حضرتك. انما الجزء الثاني، احنا هنكون اكثر حرصا في هذا الطرح. احنا فاتحين باب ان احنا ندخل شراكه، يعني انا بقى ممكن
من ضمن الحاجات المفتوحة ان انا اسس شركة مع مستثمر عشان اعمل الرصيف بتاع السيارات اللي بتكلم عليه ده. يعني فانا مش بطرح المينا في البورصة، لكن انا بقول له تعالى نعمل شركة، الشركة دي هي اللي بتشغل الايه، بتشغل التيرمينال او الرصيف ده. فاتح نفس الشيء على رصيف الحاويات، لكن مش فاتح قوي فكرة ان انا اعمل اي بي اوينج للمواني حاليا. لمياء، وده اخر تليفون، اتفضلي. مساء الخير على حضرتك مدام لميس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. الحقيقة بس سؤالي، يا ترى حضرتك ذكرت ان في فرص عمل هتبقى متوفرة كتير في المجال ده، خصوصا بالنسبة للناس متهيالي ان هم هيبقى عندهم مثلا خبرة في المالتي ناشونال كامباني او شركات المالتي ناشونال، ازاي نقدر نوصل ان احنا نقدم في الفرص دي لو في حاجة بدأت فعلا من دلوقتي؟ وهل الشركات دي هتبقى خاضعة لقانون العمل المصري، او هنتعامل بقانون العمل المصري في الشركات دي؟ لان هي تبقى منطقة حرة، وانا شايفة ان هي هيبقى ليها محددات مختلفة تماما يعني، فياريت اعرف يعني. اولا بالنسبة لفرص العمل يا لمياء، كل مستثمر بيعلن عن فرص العمل الخاصة بيه. يمكن احد الافكار المطروحة حاليا انه من خلال الموقع بتاعنا ان احنا نقدم خدمة اضافية للمستثمر، انه نقول له والله طب لو انت عايز تنزل اعلانات الوظائف الخاصة بيك، احنا نستطيع ان احنا نعرضها على الموقع ونكون جزء من الفلتر او المرشح اللي بيجيب لك فرص العمل الجيدة. لكن مفيش ما يستدعي ان انا احسس المستثمر ان انا بضغط عليه في انه ازاي هو ينقي الناس اللي هتشتغل عنه. فانا عايز افرق ما بين فرص العمل اللي متاحة في الهيئة اللي هي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية قناة السويس، وفرص العمل المتاحة للاستثمارات في المنطقة. تمام. الهيئة فرص العمل المتاحة فيها هتكون قليلة جدا، لانه انا عايز اظل هيئة صغيرة الحجم، مش ناوي اعمل امبراطورية، مش ناوي كتر. حتى معظم الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها بنحاول نعملها عن طريق ان احنا ناخد الخدمة بالغير. يعني انا مش ناوي يكون عندي في الهيئة إدارة اسمها إدارة دراسة التأثير البيئي، لأنه أنا هيجي لي دراسة تأثير بيئي مرة كل كام يوم عشان خاطر عين موظف أو شخص يبقى مسؤول عن ده. إنما أنا ممكن يكون عندي مكاتب استشارية في الجامعات وغيرها من المكاتب الاستشارية المرموقة، إنه كل ما تجي لي دراسة تأثير أثر بيئي أبعت له أقول له شوف لي دي دراسة سليمة ولا مش سليمة وندفع حقها، وده بالنسبة لي أكثر يعني كفاءة في تشغيلها. ففرص العمل هتأتي من خلال المستثمرين المستثمر ذاته هو اللي هيعلن، هو اللي هيعلن. احمد، وده اخر تليفون فعلا، اتفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا بسال. انا دلوقتي مؤسس شركه 159 لسنه 81، الشركه مساهمه، لسه ما خدتش حته ارض، بس اسست الشركه والمفروض ان انا اخد ارض، بس هي بالنسبه لنا غاليه شويه، فانا ما سمعتش البرنامج من الاول، بس كنت عايز اعرف الاسعار بتاعه الارض في العين السخنه زي ما حضرتك بتقول، واقدر اشتغل فيها من امتى؟ طيب المساحه اللي ممكن اخدها. بص يا احمد، يعني قضيه التسعير دي من القضايا، ما ينفعش كده نناقشها على التلفزيون. ليه بقى؟ لانه لازم تجي لي نعرف انت هتشتغل في ايه، وهبتدي اقول لك. لانه يعني اولا الاراضي عندي كلها حق انتفاع، انا ما ببيعش اراضي خالص، كلها حق انتفاع. حضرتك متخيل انه قطعه الارض اللي هي مركز لوجستي جنب مينا شرق بورسعيد دي تمنها زي قطعه الارض اللي في المنطقه الصناعيه، زي قطعه الارض اللي في نهايه المنطقه الصناعيه، زي قطعه الارض اللي في انطره غرب، زي قطعه الارض اللي في السخنه؟ لا طبعا. في السخنه عندنا مناطق قريبه من المينا وبتبقى مساحات كبيره عشان خاطر صناعات ثقيله، عندنا اراضي ابعد شويه دي صناعات متوسطه، عندنا اراضي في الشمال دي صناعات خفيفه. لكن خليني اقول لك مثلا انه اخر تسعير كان موجود في المنطقه مثلا في السخنه اللي هو التسعير الحالي كان بنتكلم على 10 جنيه المتر، لكن مش عايزك تاخد الرقم ده خالص ولا تمشي بيه على بقيه منطقه السخنه ولا تمشي بيه على يعني الانطره، كل منطقه لها، وداخل المنطقه الواحده حضرتك السعر بيفرق، لانه على حسب قربها من مينا وضعها عن المينا، على حسب الاستخدام، على حسب نوع الصناعه اللي هي مهيئه ليها وهكذا. فالتسعير ده
لازم يا احمد تزورنا وتقول انت عايز قطعه ارض مساحتها قد ايه وفين، وبعدين نبتدي نقول لك الاسعار. هل ازعجك التقرير اللي نشر على سي ان بي سي وعلى بي بي سي انه نتيجه انخفاض اسعار النفط مؤخرا كتير من الناقلات والحاويات اصبحت بتلف حوالين راس الرجاء الصالح بدلا من بنما وقناه السويس؟ هو بيحسبها حضرتك، ما هو المستثمر حضرتك بيبحث عن ربحيته والناس بتحسبها بالورقه والقلم، فهو بيبتدي يقول دلوقتي انا لو يعني تكاليف المرور داخل قناة بنما قد كده وأنا حلف قد كده حصرف بنزين قد كده، لو ده أرخص من لقناة بنما بتدفعه لي حسب قناة بنما، معروف قناة بنما ليه، هو بيبحث. ونفس الشيء بيتم لقناة السويس، نفس الشيء بيتم. أزعجني؟ لا ما أزعجنيش. ازاي يعني ما أزعجكش؟ هقول لحضرتك، ما هو المركب لو ما جاتش مش هنقدر نعمل لها سيرفيس. هقول لحضرتك ليه. احنا بنمر بفترة يعني صعبة في الاقتصاد العالمي، ما هياش أول مرة الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة صعبة. الاقتصاد العالمي مر بمراحل صعبة أكتر من مرة قبل كده. مش متوقع أنه يعني هي دايما إيه يعني زي ما قلت لحضرتك كده، إيه دورة بتطلع وينزل ويطلع وينزل وهكذا. هل أنا هتوقف عن العمل في المنطقة الاقتصادية أقول والله لا خلاص بقى الدنيا ما عادتش؟ لا، إحنا شغالين، لأنه زي ما نزل هيطلع الاقتصاد تاني، فلازم أبقى أنا جاهز لما يطلع الاقتصاد. فأنا كمنطقة اقتصادية التقرير ده يزعجني؟ لا ما يزعجنيش. لكن أنا كدولة التقرير ده يزعجني؟ أه يزعجني طبعا، لأنه أنا أصلا عندي مشكلة في الدولار. فلو الخمسة وسبعة من عشرة مليار دولار اللي احنا بنتكلم عليهم دول بقوا خمسة بدل خمسة وسبعة، السبعمائة مليون دولار دول يفرقوا معانا جامد. فإنما أنا بطبيعتي متفائل، الاقتصاد العالمي هيتعافى، مش هيظل كده كثيرا يعني ان شاء الله باذن الله. يعني انا بقول لمشاهدينك سنه 18 ان شاء الله سنه الدنيا هتبتدي تنور، سنه 20 سنه زي الفل، سنه 22 مصر هتنطلق على الرانوي، 22 ولو كنا عايشين ممكن نيجي نقول لكن 18 سنه ان شاء الله ستبدا تضيء. 16 سنه صعبه، 16 سنه صعبه، مر علينا سنوات صعبة قبل كده، مر علينا سنوات صعبة قبل كده كتير. يعني ما... طب و17 يا دكتور أخبارها إيه؟ 17 أحسن من 16. أحسن من 16. لكن 18 إن شاء الله سنة طيبة بإذن الله تعالى. بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك التوفيق. مهمة صعبة لكن وتحديات، بس تحديات يعني أنت رجل تحديات، ومع التحدي بتأتي الفرص يعني إن شاء الله. بمناسبة التحديات التكنولوجي بقى الاي تي والشبكات وكده، أعتقد أكيد مهتمين. لا دي مهتمين، احنا ناويين حتى في شرق بورسعيد إن احنا نقدم اي تي از سيرفيس، يعني يجي المستثمر ما يعملش حاجة خالص، يعني ياخد خدمته من الكلاود بقى زي ما الكلاود. هيبقى في هناك كده مستثمر يقدم، شركة تقدم خدماتها للمستثمر، فيجي يقعد باللابتوب بتاعه ويشتغل مباشرة إن شاء الله. يعني أحلام نتمنى أنها إن شاء الله تكون حقائق. وأنا بشكرك شكرا جزيلا، وكل كل طاقم العمل اللي بيشتغل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أشكرك أنك اديتينا فرصة نتواصل يعني مع المشاهدين. لا والحقيقة عندنا اتصالات هاتفية كثيرة، بس يعني إحنا مقلين يعني. أنا عايز أقول إيه، أنا 26 نوفمبر أنا عملت يعني ثلاث أحاديث في التلفزيون مع حضرتك، مع أستاذ أسامة كمال، ومع صباح الخير يا مصر. وعايز الناس بس تعذرنا يعني، سواء صحافة أو إعلام، يعذرونا في أنه إحنا عايزين نشتغل وعايزين نشتغل لو بروفايل. نتمنى لكم كل التوفيق، مشروع مهم جدا مصر بتنتظره، تحديات زي أي اقتصاد بيواجه تحديات، لكن هو السياسة هي فن التعامل مع التحديات وفن مواجهة التحديات وفن أنك تقدر تشوف التحدي وإزاي تقدر أن أنت تتعامل معاه، هي دي السياسة. فلابد أن احنا يكون عندنا طولة بال وأن احنا نشتغل بسياسة وأيضا فكر اقتصادي متطور. بشكركم شكرا جزيلا، بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. نتقابل بكرة بإذن الله، وهدي لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير. We'll be right back.